هذه عناويننا، ورحب بنجوم كرة في هذا المساء هنا في الرياض. كابتن حاتم خيمي، حييك ابو اميره، مرحبا، مبروك ايها الزملكاوي. يا هلا دكتور، حي الله يحييك ان شاء الله. تحياتي لك وللزملاء الافاضل، نقاد كرة كبار وجمهور، وطبعا برنامجنا العظيم جمهور النخبه. الله يبارك فيك، الف الف مبروك للزمالك العظيم، هذا النادي الكبير الذي اذا استقر وحضر غاب الجميع، ومن ضمنهم الأهلي الكبير أيضا، ولكن يبقى الزمالك هو الكبير والأكبر دائما. ألف ألف مبروك لجمهور الزمالك، إدارة الزمالك، عشاق الزمالك في كل مكان. يعني قصتي مع الزمالك قصة طويلة منذ الطفولة، والدي رحمة الله عليه كان عضو في نادي الزمالك، كنا نروح إحنا أطفال نعوم في نادي الزمالك ونسبح، فله مكانة كبيرة في قلبي صراحة. كنا على أعصابنا قبل شوية، الحمد لله على الفوز. شكرا أبو ناصر، موسم الرياض، هيئة الترفيه على التنظيم الرائع صراحة، تنظيم أنا أعتقد أنه أعظم تنظيم في تاريخ البطولة وفي تاريخ البطولات الأفريقية كلها. وفي هذا التنظيم الرائع وفي هذا المحفل الكبير زاد بهجة وجمالا بحضور الزمالك وتتويج الزمالك الذي يستحق عن جدارة بصراحة. لعب مباراة كبيرة جدا جدا. العادة شوف يا بمرة سريعا، الزمالك يلعب والأهلي يفوز، فكنت خايف صراحة في الشوط الثاني والزمالك مسيطر، لكن الحمد لله كما قال المعلق الكبير، عدالة السماء تنزل. لما سجل مجد عبد الغني في كأس العالم في باليرمو، عدالة السماء تنزل، وهي موجودة دائما إن شاء الله في بلاد المسلمين المملكة العربية السعودية. مبروك يا أبو أميرة، وحنتكلم عن السوبر أكيد بتفاصيل أكثر. حياك الله يا أبو حنين. أهلا وسهلا أبو نورة، أمسي عليك ويزهو الاستوديو بوجود أبو أميرة ونقادنا الرائعين كابتن وليد وأخوي وائل. صراحة لازم نقول شكرا لأبو ناصر، أعتقد مثل ما تفضل أبو أميرة، أعظم نقل، أعظم تنظيم، رسالة للاتحاد الأفريقي، رسالة للعالم في كل منحة. دائما نحن مميزين، لا نقبل أن ننقل أو ننظم لمجرد التنظيم. مبروك للزمالك الكبير نتيجة ومستوى، مبروك للكابتن أحمد مجدي زميلنا الرائع اللي يستحق الفرح، تعب الزمالك ونال هذه البطولة، مبروك لجماهير نادي الزمالك، إدارة، لاعبين، يستحقون هذه النتيجة بالتأكيد. كذلك من جدة وائل النجار. وائل حياك الله، ومبروك انت فوز الاتحاد. الله يبارك فيك ابو علي، مبارك اليوم للفريقين اللي اعشقهم بكل امانة، الاتحاد والزمالك. انت بعد زملكاوي، اجل مبروك. كيف. مبروك مبروك، الله يبارك فيك. وكان يعني من يعني محاسن الصدف انه قبل ايام كنت متواجد في القاهرة مع الكابتن احمد مجدي، شاهدت مدى الشغف الجماهيري الكبير من الزملكاوية ومطالبتهم من الكابتن أحمد أنه ما يرجع من الرياض إلا محملين بالبطولة الأفريقية. الحمد لله على الانتصار، مبروك للكابتن أحمد مجدي، مبروك لعشاق القلعة البيضاء، شكرا لهيئة الترفيه، شكرا لأبو ناصر، هذا التنظيم الرائع بكل أمانة بشهادة الإعلام المصري، أعظم وأجمل نسخة من نسخ السوبر الأفريقي كانت متواجدة اليوم في المملكة أرينا. يقول مبروك لعشاق الزمالك وهارد لك لعشاق الأهلي المصري النادي الكبير. إن شاء الله بإذن الله تعالى نقدم حلقة يعني تروق لجماهير كورة. طبعا لا أنسى أرحب بنجوم كورة الكبار اللي معاك والكابتن وليد، ومبروك ثاني مرة للزملكاوية. حياك الله يا أبو علي من الكويت كابتن وليد علي. الله حييك أبو علي وعلى أخواني الكبار المشاهدين برنامج كورة، مبروك لكم جميعا، كلنا زملكاوية. أنت بعد الزمالك؟ إيه زمالك طبعا. ما شاء الله تبارك الله، مبروك أجل يا أبو علي، مبروك.